ديالي روعه بيوتي. سمحوا لي بزاف على هاد التعطيله، مي كيف ما كنقولوا تلفت وبغيت ناخذ واحد الوقيته اللي نفكر فيها مزيان ان الفيديو غادي نحط هاد المره. اي اونفان جي ديسيدي انني غنحط لكم ديكوافور تري 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 سامبل بهاد المناسبه ديال هاد الصهد، حيت انا ما تيعجبنيش ما كنطلقاش عليه بزاف، ما كنبقاش نتحملو حيت حتى تنعرف وكنحس بانه توصف وتعلق، وحاليا انا كندوي معكم كنحس هنا بالما، دونك انت عليا غير نسالي هاد الباراغراف باش ندوز دغيا نهز شعري. بغيت نقول لكم البنات كاع لي كومونتير اللي كتحطوا لي على ان فوالا لي فيديو اللي باغين يكونوا جايين ان شاء الله ماشي، راه كناخذهم اون كونسيديراسيون وكنوطيهم في هاد لاجندا ديالي الصغيره هنايا. فوالا راه جي نوتي با مال دو ديدي، دونك هنايا كنوطي كاع داكشي، وما تخافوش راه كل مره ان شاء الله غادي نحط اون فيديو على منك شي اللي حطيتو ليا، غير الوقت اللي فوالا مضيق اي تنظن انكم غادي تفهموني اكثر واكثر. بغيت نقول لكم البنات سو بلو تاردي غادي تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، وغادي نوريكم فوالا دي كوافير ساهلين اللي كنستعمل انايا باش نجمع شعري تو سامبلومون. بيزو. افون كومونسي هاد لي كوافير نوريهم لكم، بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي غزاله، واللي هي غادي تشدو زيت العود وتحطو في واحد القريعه وتزيدو عليه فلفلة خضراء، غادي تنقيوها وتحطوها حتايا وتخليوها في الظلام لمده 15 يوم، ومن بعد غادي تشقو بها شعركم. صراحه راها غزاله 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 بزاف. انا استعملتها غير جوج مرات حيت ان شاء الله دابا بديت كنستعملها، استعملتها جوج وعجبني شعري فيها بزاف، ولا كيبري اكثر واكثر، اي اون بلوس ملي تنغسل شعري كنحس به فوالا رطب بزاف اكثر من القياس، ماشي بحال قبل، اي اون بلوس ما كيتنفخش وما كيتشعككش ليا. دونك بغيت نقول لكم حتى نتوما ديروها اي كخوي مو راه الريزلت ديالها غزاله، انا غنداوم عليها حيت فريمون ابري ليميسيون حسيت بشعري انه تهلك. كيف كندير لو ماكسيموم دابا الدوايه ديال شعري، كاينه هاد الوصفه وكاينه الوصفه ديال زيت العود اللي كندير مع الثوما فوالا باش نحس بشعري انه شويه بدا يرجع يشد القوه ديالو. دونك هادي غير دو باساج بغيت نقولها لكم، مي دو فاسون غنخلي لكم لا فيديو ديالي تاع روتين كابيلار اللي الناس اللي مازال ما شافوهاش هنا في لا فيديو، وغادي نقول لكم بون هاد الموطور ما عرفتش مالو اش داير معايا، واش كونطرا ولا شي حاجه، كما اللي صور الفيديو بان لي دايز. بغيت المهم ندوز دابا لجميع الشعر.
لكم هذا النهار. خصكم تعرفوا انني اليوم درت لكم كل شيء غير سبيسياليتي ديال القرصات. ان شاء الله في الفيديو ديالي الجايين غادي ندير لكم مثلا كاع المنشطات اللي نقدروا نديروا بكوتشوفال. المره اللي من بعدها كاع المنشطات اللي غنقدروا نديروا هكا بالطفيرات. دونك كل مره غندير لكم فيديو خاصه بواحد الحاجه. دونك هادشي علاش اليوم كانوا غير السفنج فوق الراس بابليس. وغنقول لكم جيسبر ان لا فيديو كامله تكون عجباتكم. وفوالا ما تنسيو انكم تعاونوني. ولا غادي نقول لكم انهم دي بوس بلو باش تعاونوني نزيد مازال بزاف ديال الفيديو. بارطاجوها مع صحاباتكم. اللي مازال ما تابونيت ابونا فريمون. نسيت حاجه مهمه 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 بزاف. واي فيديو كنحط كنقول صافي هذا الفيديو غادي ندير فيه هاد البي اس هادي. كل مره تنقول غادي نقولها مي فريمون دابا حتى سريت كلشي وقلت لا غنعاود نفيلمها وغادي نقولها ضروري للبنات اللي تيسولوني في لي كومونتير فلاشين ديال يوتيوب ولا تحت الفيديو. راه بارفوا تلقى دي كيسيون اللي ما تنقدش نجاوب عليهم. دونك اللي كنقد دير هما ولا غير كنلايك لكم الكومونتير. علاش؟ حيت تو سامبلومون ما تنقدش نجاوبكم حيت ماشي ابوني لماشين. دونك خصكم ضروري 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 ومؤكد انني باش نقد نجاوبكم كنت تكونوا ديجا ابوني للماشين. حيت فوالا تلقى راسي انني اون فاس مع دي كومونتير اون فاس دي كيسيون لي فوالا ما عنديش كيفاش نقد نجاوبهم نجاوبكم فوالا. دونك كندير غير ان بوس بلو كوم كوا راه فوالا راه جي فيو هاد لو كومونتير مي ما عنديش كيفاش اختي نجاوبك. دونك البنات اللي مازال ما تابوناوش كيف ما قلت لكم تابوناو بجهه كي لاصبتوا لي دي كيسيون تحت من لي فيديو ديالي نلقى كيفاش نجاوبكم. غنقول لكم بيزو بيزو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر.